علي يسأل يقول كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أهل البدع والأهواء وكذلك الصحابة، يقول ما موقفنا نحن؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع ومن أهل الأهواء، وقد برزت الأهواء والبدع في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بدعة الخوارج، حينما جاء رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محلوق شعر الرأس، غائر العينين، كث اللحية، ناتئ الجبهة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. ثم لما أراد بعض الصحابة أن يقتل لأنه طعن في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتركه، دعه، فإنه يخرج من ضؤضؤي هذا، يعني من ظهر هذا، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين بيّن لنا بأنه سيحصل في هذه الأمة بدع وأهواء وانحرافات وخلاف، وعلمنا بأن هذا قدر الله نافذ في خلقه وعباده. ثم دعانا عليه الصلاة والسلام أن نعتصم بما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: عن من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة رضي الله عنهم انتشرت الأهواء بعد ذلك، وكانوا ينكرون البدع ولا يرضونها ولا يؤخرون الإنكار، إذا ظهرت بدعة يعني بادروا إلى إنكارها وبادروا إلى كشف زيفها. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره بعض الصحابة بأن أناس في المسجد يصنعون حلق وطريقة ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كيف ذلك؟ قال: إذا كتب الله لك حياة سترى. فذهب معه وتلثم عبد الله مسعود، يعني وضع اللثام لينظر ويختبر، فوجد أناس في المسجد حلقات، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، وكل حلقة عليها عريف، العريف هذا يقول لهم: قولوا سبحان الله، فيسبحون بصوت جماعي، ذاك يقول: قولوا الله أكبر بصوت جماعي. فكشف اللثام عن وجهه وقال: تعرفوني؟ قالوا: نعم، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن أم عبد. فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون، أبيتم إلا أن تبتدعوا في دين الله؟ ولذلك كان الصحابة موقفهم من أهل البدع والأهواء موقف حازم، ليس فيه مجاملة وليس فيه تأخير، وإنما لماذا؟ لعلمهم بأن البدعة إذا ظهرت ماتت السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موقفنا نحو يا علي مثل موقف الصحابة ومثل موقف النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم، المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. نهتم بالسنة، إذا اهتممنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تساقطت البدعة وضعفت وذهبت. ولذلك دعوة إلى كل مسلم أن يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرفض البدع بكل أشكالها، البدع الأصلية والبدع الوصفية، وأن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على طريقة الصحابة الكرام، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبمقصوده، ولذلك ما كانوا يسمحون أبدا للبدع أن تغزو الناس، وإنما كانوا يحاربونها وينفونها. طبيعة الحال يا علي، نفي البدع يكون بالعلم وليس بالفوضى وليس بالجهل أو ليس بالعاطفة، لا، لابد من علم يدفع البدع، لأن بعض الناس قد يظن عمل بدعة هو ليس بدعة، قد يكون سنة مستحبة مثلا
ولذلك من المهم الرجوع إلى أهل العلم، وأيضا تقدير مسائل المصالح والمفاسد، بحيث أن الإنسان أيضا يقدر مثل هذه الأشياء أو يحسب الحسابات هذه، حتى لا يجني على السنة ولا يجني على أهل الصلاح والخير.